الى تامر بدوي واحمد عفيفي، وابدا من عند احمد عفيفي. ايه اللي اتغير؟ حسينا في الاكسترا تايم يا عفيفي انه منتخب مصر لا بوجه مغاير، بدانا ننقل، بدا يبقى لينا شكل، بدانا نقرب، بدانا نسيطر على مجريات الامور. في الوقت اللي على الجانب الاخر منتخبنا الجزائري الشقيق تراجع وقل اداؤه بشكل كبير جدا. تمام، احنا لو خدنا كلامنا من قبل الماتش وبين الشوطين وبعد الماتش هتلاقي ان انت بتحكي حكايه. كان عندنا جاب في نص الملعب بنص الملعب والهجوم، وكان عندنا طرفين ما بيزيدوش، تقدمنا اتعادلنا ما عرفناش نرد لان المشاكل دي محجمانا. في الشوط الثاني نزل محمد رمضان فعمل لينك شويه بالهجوم. في الاكسترا تايم زادوا الطرفين بشكل مفاجئ جدا كانهم سامعيننا، فبقى عندك طرفين وعندك لاعب اللي هو محمد رمضان بيعمل لينك بين نص الملعب والهجوم بشكل عدد لك الحلول. بدل ما كنت انت عمال تلعب في نص الملعب وتقوم رامي الطويل لعمرو مرعي اللي هو اصلا متاخر ونازل لتحت، وبالتالي يا يسيب مساحه يا ما يسيبش مساحه، لا انت عندك حلول كثيره جدا. الجزائر مع الوقت لما انت حلولك زادت وبدات تروح نص الملعب هو كمان بدا يقنع ان انت الطرف الاقوى. ايوه، فبدا ياخد خطوتين لورا وبدا كل شويه واحد يمسك الخلفيه ويقع، واحد يمسك الاماميه ويقع. تغييرات حصلت تغييرات كانت يعني كانت متاخره شويه، لكن في النهايه هي اللي اثمرت. احمد الشيخ جول رهيب رهيب بسم الله ما شاء الله يعني. وانا عايز لو احنا بنعيد الجول انا عايز في حاجه لقطه بس انا مش متاكد منها، عايز اشوفها تاني. والكره بتجي له، هو رفع عينه، رفع عينه بص على الجول، رفع عينه شاف الجول واقف فين. محمد رمضان طبعا عيد بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الدقيقه 120 قادر غير انه يجري ياخد القرار الصح. القرار الصح يعني احمد عيد عملها هي بالظبط قبل كده، واخد على بره وزاد ولعبها لعمرو مرعي، لعبها بالهيد الحارس طلعها. ايوه المره دي هي تاني. عيد برده خده على السبته تاني وراح بيه تاني ورفع عينه تاني، شاف رمضان اداها لرمضان، رمضان كان رافع عينه برده وشايف الناحيه الثانيه. الشيخ رغم انه كان متقدم عن الكوره، الكوره جات له في ظهره، لكن هو برده لعيب كبير برده. فكره أيوة. فكره اللعيب الكبير برده بتفرق معاه التفاصيل دي. صح، عدلته لجسمه ورجوعه لورا، ورجوعه بالخطوه لورا ومش بغشوميه بالمصادف اللفظ يعني، هو راجع ورا، راجع بجنب يعني، ما رجعش بظهره، هو كان بيجري بصدره، ما رجعش بظهره، لا رجع بجنب شويه عشان يمهد الشمال انها تتمرجح. وبعدين طبعا التنفيذ كان عالمي، حاجه صحيح، حاجه ميسي شيكابالا، حاجات كده الاسامي الكبيره.